لا يمكنكم بتاتا زيارة مدينة ودلما بولاية باتنا دون المرور على محل حسان والتذوق ولو القليل من أكلة نقنق أو كم يعرف عند الجميع بمرقز البرمة. فهذه الأكلة لها مذاق ونكهة خاصة يشعر بها كل المرتدين على هذا المحل، خلطة من التوابل السرية أضفت ذوقا مميزا على هذه الأكلة. أنا عندي الطبيخ أنك تبدأ من المادة الأولية أنت اللي تخدمها وتجي البرمة كما هذه لازم تبدأها من آل الزاد. احنا كما نقولوا هذا النقانق ولا المرقاز هذا، انا اللي نروح الاسواق نشري المصرانه هذه ونشري اللحم ونشري السبايسي هذو الدواوات والحوايج هذو يكونوا ملاح ونجيبهم من هنا للعائله هي اللي تخدم النظافه تاعهم، ومن بعد عليا انا بالمحل نجي المحل هنايا ونخدم وبارك لي ربي سبحانه. يؤكد حسان بان النظافه والذوق المميز عاملين يجذب الزبون، ما جعل محله مقصد الكثير من الزبائن ومن كل الولايات. ما كاش مستحيل يجي لي يدخل واد الموم ياكلش مقاس تاع حسن، مستحيل. البنا الله يبارك اخويا، واش راح نقول لك؟ او هاك تشوف الله يبارك، والنظافه من ناحيه النظافه ثاني الله يبارك اخويا، نشكروا على الامور كيما هذه. ما كانش اللي ما يدخلش الواد الماء، انا تعرفت في واد الماء وعرفوني، وخاصه انا عندي صفحه في الفيسبوك يعرفوني تاع مرقاز ويعرفوني تاع الجبل ويعرفوني تاع الطبيعه، والحمد لله كشت الطبيعة وش مداير هكا بحذا ساحتي. أصبحت أكلة النقانق الأكلة الشعبية المفضلة عند الكثيرين في ولاية باتنا، أكلة يتفنن حسان يوميا في إعدادها لتزاحم بذلك أطباق شعبية عديدة.